هو يوم جميل قوي لانه بيحمل قيمه من القيم العظيمه جدا هي الوفاء. وانا بعتبره نوع من انواع الواجب ونوع من انواع الواجب علينا والحق ليهم، لان هم نجوم ابدعوا، نجوم قدموا كتير جدا، ضحوا، نجوم اسعدوا الكثير جدا من الجماهير المصريه، واسعدوا الانديه بتاعتهم ومنتخباتهم اللي هم مثلوها. سيبك من التكريم المادي، يكفي التكريم المعنوي، احنا بتكرم وانت عايش، يعني ما على راعي ابو رجيله بيقول لك اننا بنكرم لما يشيلونا على خشبه، انت بتكرم. انا اتكرمت كتير وانا لاعب، اتكرمت كتير وانا مدرب، وانا بحصل 4 وسام رياضيه منهم اعلى وسام رياضي، انما التكريم ده ليه حاجه خاصه، انا بكرم وانا ما عايش لسه بصحتي، ناس شايفيني، فدي لي معنى كبير. طبعا انا بشكر الجمعيه كلهم فردا فردا، طبعا انا يمكن عارف 3 منهم بس اللي هم موجودين او 4، فانا بشكرهم فردا فردا على التكريم اللي بيعملوه، بحسس الناس ان احنا لسه عايشين. والله الحقيقه هذا اليوم يعني يوم من التاريخ لن ينسى، يعني بصراحه ان هم يعني اخواننا اللايمين بالمجهود دوت، كابتن عبد المنعم الحاج وكابتن ابو رجيله وكابتن شوبير وكابتن ربيع ياسين، مجموعه كبيره كلها الحقيقه، يعني بس ان هم فاكريننا اليوم دوت، وده طبعا يعني من اسعد الايام طبعا، ان انا بحس ان انا يعني واكرم نتيجه الجهد اللي بذلناه طبعا في السنين اللي فاتت في الخمسينات والستينات. تكريم اللاعبين في حياتهم دي حاجه كويسه جدا جدا، بتطمن الاجيال اللي بعدنا بقوا صغيرين، بيعرفوا تاريخ اللعيبه القدامى لعبوا فين وكانوا ازاي بيحبوا الكوره. وطبعا احنا كل حياتنا كانت الكوره ولازلنا برضو في الكوره، سواء في مجالس الادارات او في المنطقه او في الاذاعه او في التلفزيون، فالحمد لله يعني التاريخ كان عظيم جدا لنا، يعني تاريخ حافل. والله الواحد بيشكر بصراحه الناس المسؤولين عن هذا الحفل، لان الناس المسؤولين دول عرفوا قيمه اللاعب بتاع زمان. اللاعب بتاع زمان ده اللي تعب وشقى وجري وعمل واشتغل كتير جدا، لكن ده النصيب بقى. في فرق بين النهارده الاحتراف وبين اللاعب الهاوي كان زمان، فعشان كده احنا يعني كنا محتاجين ان احنا نعرف نشوف الناس هنا ونشوف خواتنا القدام اللي احنا بنفتخر بيهم وهم بيفتخروا بينا، والحمد لله يعني نتمنى تكون حفله كويسه، واحنا سعيد جدا جدا بهذا الفيلم. مبسوطين طبعا ان دوت تكريم من اكبر جهه في مصر والمسؤولين على التكريم دوت، احنا بنشكرهم طبعا، كرمونا قبل ما يحصل لنا حاجه يعني، فده حاجه جميله، لان احنا طبعا عملنا تاريخ في تاريخنا، وده تكريم يعني الجيل بتاعنا كله استحقه، اللي احنا عملنا انجاز. اول نادي مصري يجيب كاس افريقيا انا كنت مشترك فيه، او 67 خدنا الدوري من 7 دوري، لعبنا صلاح المجهول الحربي، خدنا وسام الجمهوريه من عبد الناصر، خدنا الدرع العملاقي من الجيش، فده انجاز لما يحصل تكريم ده دوت، حاجه جميله لينا يعني. اول مره تحصل في مصر حاجات ممتازه فوق الممتازه، ان يكرم جيل وعدده كبير كمان، مش عدد بسيط. فالحمد لله ان في ناس خيره وناس ممتازه بتشوف الناس اللي عرقها في ارضيات كل الملاعب. هو مش يوم مهم، ده يوم سعيد ان احنا كلنا بنتجمع في اليوم ده، يوم الوفاء، يوم التكريم. اولا هو التكريم يعني بيشمل تكريم معنوي،
ان احنا بنشوف بعض بنتقابل، والحمد لله ربنا وفقنا وربنا كرمنا احنا الجيل القديم بتاع مصر ان احنا بنشوف بعض في يوم الوفاء. نشكر كل الناس القائمين على هذا التكريم واللي فكروا في يوم انهم يكرموا جيل ممكن يكون من 30 سنه او 35 سنه، ودي حاجه بترجع للناس اللي بتشتغل في المجال ده انها تفكر هذا التفكير ده، فانا بشكرهم وبقول ان دايما العطاء بيقابله عطاء من المسؤولين او من الناس القائمين على الامر. والله هو مش شيء معنوي بس، ده شيء نفسي ومعنوي وكل شيء. انا الواحد سعيد جدا 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 ان الدوله النهارده بصل للعيبه القدامى وبصل للناس جيل الستينات وجيل السبعينات، واخد بالك؟ فطبعا دي حاجه تشرفنا جدا جدا. والله بقول ان انا حسيت دلوقتي ان انا في يوم من الايام كنت بلعب كوره.